بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم مشاهدين الكرام، وجمعة طيبة مباركة لكم جميعا. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية وكذلك العالمية. دعونا في البداية نتعرف على أبرز عناوين هذه الحلقة. استكمال الجولة 21 من دورينا، صلال المنتشي بنصف نهائي الكاس يستقبل فنج الجريح. وفي ليلة اكتمال بدر المحرق، عيال الذيب يلتهمون أصحاب السعادة يحرزون الكاس كالعادة. قمة دور المناصير، الوحدات والفيصلي متصدر ووصيف، والجماهير ستشعل المباراة. البرغوث، ميسي سجل الهاتريك أمام رايو، والبارسا يؤكد الصدارة وإلى رقم قياسي جديد. ملعب الأولمبيكو يحتضن الليلة لقاء القمة روما وفيورنتينا، فمن يتفوق بين سباليتي وسوزا؟ أهلا وسهلا بكم مجددا، ونبدأ وإياكم هذه الحلقة باستعراض أبرز العناوين في الصحافة المحلية، والتي نبدأها من أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث حافظ المنتخب الوطني على مركزه 97 دوليا في قائمة تصنيف الفيفا الذي صدر يوم أمس. صحيفة عمان تابعت هذا الموضوع فخرجت بعنوان تقول فيه: المنتخب الوطني يحافظ على تصنيفه الدولي، حيث لم تشهد نسخة هذا الشهر من قائمة التصنيف العالمية الكثير من التغييرات، حيث أن معظم المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى لم تلعب حتى الآن أي مباراة رسمية منذ سنة 2016، ولم يتم احتساب سوى نتائج 14 مباراة في هذا التحديث الشهري، وجميعها مباريات ودية. أما العدد الإجمالي من المباريات التي تم أخذها حتى الآن سنة 2016 فيبلغ 58 مباراة. شهدت أحداث الجولة 21 من دوري عمان تل المحترفين لكرة القدم مساء أمس ثلاث مواجهات مثيرة. صحيفة عمان غطت الموضوع فخرجت بمجموعة من العناوين: صور ومسقط يرتضيان بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط، حيث انتهى اللقاء الذي جمع صور ومسقط بالتعادل السلبي ضمن الجولة 21 من دوري عمان تل المحترفين، والتي أقيمت مساء أمس على أرضية ملعب المجمع الرياضي بصور. الفريقان قدما مستوى متوسط وضاعت منهما بعض الفرص الخطرة بسبب التسرع وعدم التركيز أمام خط المرمى. وغطت الصحيفة أيضا لقاء صحار والنصر فخرجت بعنوان يقول: والتعادل بدون أهداف بين صحار والنصر، حيث فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء صحار والنصر الذي جرى مساء أمس على ملعب المجمع الرياضي بصحار. بذلك تقاسما النقاط، فوصل النصر إلى النقطة 30 وأصبح صحار عند النقطة 29. ويذكر أن متصدر الترتيب نادي العروبة قد سقط على أرضه بهدف نظيف أمام النهضة ليصبح مركز الصدارة مهدد في حال فوز فنجة والسويق في مباراتهم القادمة. ونبقى وإياكم مع أخبار دوري عمان تل المحترفين لكرة القدم، حيث ستشهد مساء اليوم أربع مواجهات لاستكمال الجولة 21 من الدوري. صحيفة عمان غطت هذا الموضوع فخرجت بمجموعة من العناوين: فنجة لتشديد الملاحقة وصلالة لمداواة الجراح. المواجهة سيكون شعارها كسب العلامة الكاملة بحكم رغبة الطرفين في تحقيق الفوز، صلالة من أجل تعزيز الرصيد ومحاولة الهروب، وفنجة من أجل البقاء في صلب المنافسة ومطاردة المصدر. بالرغم من أن الفريقين حققا نتائج متباينة في الجولة الماضية، إذ خسر فريق صلالة من مسقط بهدف لهدفين وتغلب فنجة على صحار بهدف. كما غطت الصحيفة اللقاء المنتظر بين ظفار والسويق فخرجت بعنوان تقول فيه: الأنظار شاخصة إلى قمة ظفار والسويق، حيث ستكون الأنظار مشدودة لمواجهة ظفار والسويق اللذين يتنافسان على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب بحكم وجود مجموعة من العناصر المجيدة في صفوفهما، حيث حقق نتائج متباينة في الجولة الماضية، فخسر ظفار من صحن بهدف وتغلب السويق على صحار على صور بهدفين.
كما تابعت الصحيفة الأخبار المتعلقة بلقاء المصنعة وصحم، فخرجت بعنوان تقول فيه: المصنعة وصحم في موقعة ساخنة. لقاء دربي بين الأشقاء فريقي المصنعة وصحم اللذين سيسعيان إلى تقديم الأفضل من أجل تقديم النقاط الكاملة، خاصة وأنهما حققا نتائج متباينة في الجولة الماضية، حيث خسر المصنعة من العروبة بهدف وحقق صحن فوزا ثمينا على ظفار بهدف أيضا. كما غطت صحيفة اللقاء الذي سيجمع الشباب والخابورة، فخرجت بعنوان يقول: الشباب يخوض اختبارا جديا مع الخابورة. الشباب والخابورة سوف يخوضان مواجهة في غاية الصعوبة بحكم احتياجهما لنقاط المباراة من أجل تعزيز النقاط والموقف في ظل تباين نتائجهم المتباينة في الجولة الماضية التي خسر فيها فريق الشباب من النصر بهدف، وحقق الخابورة تعادلا إيجابيا أمام النهضة بهدف لكل منهما. وصل وإياكم ما تصفح الأخبار المحلية، حيث نفى محمد بن عبد الله العمري نائب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي السلام ما تردد من أنباء حول قيام وزارة الشؤون الرياضية بتجميد حساب النادي المالي ووقف صرف أي مبالغ مالية من جانب اللجنة المؤقتة لحين مصادقة الجمعية العمومية على المصروفات الفائتة. مزيد التفاصيل نقرأه لكم من صحيفة عمان. قال محمد بن عبد الله العمري نائب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي السلام إن لا صحة لما تم تداوله، وهو كله إشاعة مغرضة، وتعود الجمعية العمومية بنادي السلام للانعقاد في 18 من الشهر الجاري بفرع شناس وفق الإعلان الصادر من اللجنة المؤقتة في هذا الشأن بعد غياب دام فترة طويلة. وقد حددت اللجنة المؤقتة 8 من الشهر الجاري آخر موعد أمام أعضاء الجمعية العمومية لتجديد عضوياتهم المنتهية عن العام المنصرم والأعوام الفائتة حتى يحق لهم المثول في الاجتماع. ويبدو أن هناك عقبة محيطة بانعقاد الجمعية تتمثل في أن هناك عضويات منتهية عدة سنوات بفرعي النادي بلوى وشناص، وقد يتعذر على المنتسبين القيام بالتجديد لترتب مبالغ كبيرة عليهم، لكن المؤشرات تشير إلى أن هناك أعضاء يحرصون على انعقاد الجمعية، وإذا حدث ذلك وفق ما هو محدد فإن النقاشات الساخنة ستجتاح الاجتماع بقوة، وعلى اللجنة المؤقتة التأهب للرد على كافة الأطروحات حول جوانب الصرف والنفقات ومداخيل النادي وتطلعات المرحلتين الراهنة والمستقبلية، حيث أن الجمعية لم تضع يدها على تلك الجوانب وكان دورها مهمشا. ويتوقع أن يكون الاجتماع ساخنا بمناقشات حادة بين اللجنة المؤقتة وأعضاء الجمعية، على اعتبار أن أدوار الجمعية كانت مهملة فترة طويلة من الزمن ولم يتم إشراكها في أي جوانب خاصة فيما يتعلق بالصرف من خزانة النادي. وأشار محمد بن عبد الله العمري رئيس اللجنة المؤقتة بنادي السلام إنه يريد أن ينعقد اجتماع الجمعية لإيضاح ما تم في الفترة الفائتة والتصديق على موازنة النادي ومناقشة أمور أخرى ستكون محاطة بالشفافية المطلقة. إلى ذلك فإن اللجنة المؤقتة الحالية تم التجديد لها أكثر من فترة لتسيير أمور النادي، وما يحسب لها إنه في الفترة الفائتة تكللت الأمور بصعود الفريق الكروي الأول إلى الدرجة الأولى وتميز فرق المراحل السنية وعودة نشاط الكرة الطائرة للواجهة بقوة ووجود نمو في المسابقات الداخلية والمشاركة في برامج وزارة الشؤون الرياضية المتنوعة. انتقل وإياكم إلى خبر محلي آخر، حيث افتتحت أمس الأول منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف في النسخة 20 للكبار والتاسعة للشباب التي تقام بدولة قطر على ملعب نادي الدوحة للغولف خلال فترة من 2 إلى 6 من مارس الجاري بمشاركة 37 لاعبا من دول مجلس التعاون الخليجي. صحيفة عمان تابعت الموضوع فخرجت بعنوان تقول فيه: منتخبنا الوطني للكبار والشباب يدشن مشاركته في خليج الغولف بقطر، حيث دشن منتخبنا الوطني للكبار والشباب مشوارهما في البطولة صباح أمس بعد أن تم توزيع اللاعبين من خلال القرعة التي اعتمدتها اللجنة الفنية للبطولة، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات الرجال إلى 5 مجموعات تتكون كل مجموعة من 3 لاعبين. وعلى مستوى الشباب فقد تم توزيع اللاعبين على 5 مجموعات وكل مجموعة من 3 لاعبين،
وتتواصل اليوم منافسات في يومها الثاني باللاعبين الأقل مجموعا من النقاط التي حققوها في اليوم الأول حسب نظام بطولات الجولف. تتواصل منافسات البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد على الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. صحيفة الوطن تابعت الموضوع فخرجت بمجموعة من العناوين. أهلي زداب يعقد حساباته بخسارته أمام الأهلي البحريني، حيث وضع فريق أهلي زداب تأهله إلى الدور الثاني من منافسات البطولة الخليجية 36 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في موقف صعب جدا. المنافسة على البطاقة الثانية عقب خسارته أمس أمام فريق الأهلي البحريني في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثانية، بعد أن خسر أهلي زداب من النصر الإماراتي في اللقاء الافتتاحي، وجاءت خسارته الثانية بنتيجة 25 مقابل 29 لم يستغل خلالها أهلي زداب النقص العددي في صفوف الأهلي. كما سيخوض ممثل السلطنة نادي مسقط لقاءه الثاني في البطولة حينما يواجه الجزيرة الإماراتية لتخرج الصحيفة بعنوان كتبت فيه: مسقط يواجه الجزيرة الإماراتية وعينه على العودة إلى البطولة من جديد، حيث يسعى مسقط لتحقيق نتيجة الفوز على فريق الجزيرة الإماراتية ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة الخليجية للأندية. ويسعى مسقط للعودة إلى المنافسة في البطولة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام السد القطري ب 24 مقابل 17. تلقى الاتحاد العماني لكرة السلة رسالتين من الاتحاد الدولي للعبة حول ترشيح يونس بن خميس زجالي عضو الاتحاد رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي للعبة، ترشيحه كمراقب فني في بطولة كأس العالم للرجال والنساء لكرة السلة والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 22 من يونيو حتى 3 من يوليو 2016. صحيفة عمان رصدت هذا الموضوع فخرجت بعنوان تقول فيه: الزجالي مراقبا في بطولة كأس العالم والبلوشي حكما للأولمبية. ويأتي هذا الاختيار نتيجة الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المرشحان في مجال التحكيم، حيث سبق لهما المشاركة في إدارة عدد من البطولات إلى جانب دورهما في تطوير التحكيم بالسلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية، نتيجة مشاركتهما المتعددة في إدارة عدد من المباريات في مختلف الدوريات والبطولات على المستوى الخليجي والآسيوي والعالمي. كما تم ترشيح أحمد بن درويش البلوشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة السلة لإدارة مباريات كرة السلة بدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو البرازيلية. طموحات طائرة صحار لم تنل إعجاب مدرب الفريق سعيد بن جمعة الحمداني بعد المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة 34 بمدينة سوسة التونسية. نتابع أهم ما قاله مدرب صحار في حديثه لصحيفة عمان. لم تحقق طائرة صحار طموحات أثناء مشاركتها في البطولة العربية للكرة الطائرة 34 بمدينة سوسة التونسية، واحتلت المركز 14 من بين 17 ناديا، وهو بالطبع مركز متأخر. وقال سعيد بن جمعة الحمداني مدرب الفريق في تصريح لعمان الرياضي: قدم الفريق المردود الإيجابي عبر المشاركة في الدورة العربية، ومن خلال 3 مباريات في الدوري الأول اللاعبون أدوا حسب إمكانياتهم الفنية في المباريات، ووقعنا في مجموعة ليست سهلة ولكنها صعبة. لعبنا الافتتاحية أمام الأنوار اللبناني وخسرنا بهدف 3، وهي أول مباراة وكان بالإمكان تقديم النتيجة الأفضل، لكن هناك اعتبارات التعود على الملعب وجوانب أخرى. وفي الثانية فزنا على الأهلي السعودي 3-2، وفي الثالثة خسرنا أمام فريق الصفاقس التونسي في أداء قوي 3، وفي مباراة تحديد المراكز أمام الجيش القطري أتحنا الفرصة أكثر للبدلاء وخسرناها 3. وأضاف: لم نذهب للمشاركة الشرفية ولكن لتحقيق النتائج، واصطدمنا في واقع الأمر بفرق قوية وجاهزة ومطعمة بلاعبين مجيدين، فاقت إمكانيتهم طاقات لاعبين وتفوقوا علينا.
ورأى الحمدانية دورة الخليجية التي سيشارك بها فريقه والتي تقام في ضيافة صحن في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الجاري على صالة مجمع صحار الرياضي بمنظور التفاؤل، وقال: أعتبرها من أقوى الدورات لوجود لاعبين أحدهما محترف أجنبي والآخر خليجي، ولا يخفى على أحد أن الصحار في هذا الموسم لديه خلل في العناصر، ولكن هذا الشيء لا يمنع تقديم مستويات ترضي جماهيرنا التي ستلعب دورا إيجابيا لتحفيز اللاعبين. وحول استعدادات الفريق قال: دخلنا من أمس معسكرا تدريبيا على صالة مجمع صحار سنتدرب فيه على فترتين صباحية ومسائية، وسنعالج الأخطاء التي ظهرت إبان المشاركة في الدورة العربية وإصلاحها، وأيضا ترتيب صفوف الفريق لدينا المحترف البرازيلي فينيوس، وسنعزز صفوف الفريق بلاعب بحريني خليجي وهو محمود عبد الواحد. يذكر أن طائرة صحار هذا الموسم أنهت 3 مشاركات على الصعيد المحلي بخروجها من دور الدرجة الأولى ومن الدورة التنشيطية ومن البطولة العربية. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى آخر أخبارنا المحلية، حيث تتواصل فعاليات مسابقات رياضات الخيل التقليدية تحت أشراف الاتحاد العماني للفروسية، والتي أعلن عنها ولأول مرة خلال هذا الموسم 2015-2016 من خلال 7 مسابقات موزعة على مختلف محافظات السلطنة. صحيفة الوطن غطت الموضوع فخرجت بعنوان تقول فيه: اليوم انطلاق الفعالية 6 لمسابقة رياضات الخيل التقليدية بالقابل، حيث ستحتضن ولاية القابل محافظة شمال الشرقية مساء اليوم الجمعة 6 هذه المسابقات، بعد أن كانت الانطلاقة لهذه الفعاليات من ولاية جعلان بني بو حسن، تأتها ولاية منح بمحافظة الداخلية، ثم ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، وبعدها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ثم ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية، حيث ستقام المسابقة 6 على ميدان الفروسية بولاية القابل في تمام الساعة 4 عصرا بتنظيم لجنة القابل الفروسية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف الحسني والي القابل، حيث سيشارك في هذه الاحتفالية أكثر من 100 خيل من مختلف ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية. قبل المباريات تحضير وحوار، ومن ثم أهداف ونقاط. المستطيل الأخضر بخططه ولاعبيه وأهدافه وأحداثه. حوار رياضي يتجدد، يعتمد على الرأي والرأي الآخر من الدكة. الدكة على عمان الرياضية. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل واياكم الى جوله في الصحافه العربيه، والتي نبداها من مملكه البحرين، حيث توج المحرق بكاس البحرين لكره القدم بعد فوزه على الرفاع ب3 أهداف لهدف على استاد البحرين الوطني في المباراه النهائيه للنسخه 39. جلاله الايام البحرينيه غطت الحدث الكبير فعنونت تقول: الذيب كما جرت العاده ياخذ البطوله من اصحاب السعاده، حيث افتتح المحرق تسجيل عن طريق عبد الله عبدو عند الدقيقة 24، وكثف الرفاع ضغطه على مرمى المحرق لإدراك التعادل، وتحقق له ذلك مستغلا غياب الرقابة عن طريق السوري المواس، وساهم جمال راشد في صناعة هدف التقدم المحرق بتمريرة الكرة إلى البديل علي جمال في الدقيقة 89، وفي الوقت بدل الضائع أضاف جمال راشد هدف التعزيز الثالث ليعزل المحرق رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس ملك البحرين للمرة 32 في تاريخه. وإلى الصحافة الإماراتية، حيث يحل الأهلي متصدر الدوري ضيفا على دب الفجيرة في بداية الجولة 20 في لقاء غاية في الأهمية، حيث يسعى الفرسان الذي قفز إلى القمة ب 47 نقطة بكل قوة للعودة بالنقاط 3 ومواصلة المحافظة على الصدارة. جريدة الاتحاد الإماراتية أبرزت المباراة في عنوان يقول: الفرسان يدافع عن القمة في معقل النواخذة، حيث تختلف ظروف الفريقين قبل صافرة البداية
في الأهلي الذي هزم الوحدة في الجولة الماضية بالثلاثية يمضي بثبات في الآونة الأخيرة، كما أن تفوقه على عجمان برباعية في كأس الإمارات تنبه عن رغبة عارمة في حصد أكبر عدد من الألقاب هذا الموسم. وعلى النقيض فإن موقف دب الفجيرة أصبح متأزما للغاية بعد أن خسر نقطتين غاليتين أمام النصر في جولته الماضية، ومنذ تخطي عقبة الشباب على أرضه فإن فريق نواخذة يدور في دائرة الشك، لذلك يدرك أن الفوز ضروري في مواجهة الأهلي. بعد أن فجرت جريدة الاتحاد القضية أمس الأول وكشفت المادة السادسة عدم صحة لجنة الانتخابات لم يتوقف الحديث والجدل في الساحة الكروية الإماراتية، وجاءت قرارات اللجنة القانونية لتضاعف من ساحة الدهشة على الوجوه وتفتح أبواب الحيرة وتطرح العديد من التساؤلات في كل الاتجاهات. لمزيد من التفاصيل نقرها لكم من الصحيفة. تواصلت ردود الفعل حول القضية التي أثارتها الاتحاد قبل عدة أيام حول عدم قانونية لجنة الانتخابات المشرفة على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وذكر العديد من المسؤولين والمعنيين في القضية سواء بعض الجهات القانونية وأعضاء الجمعية العمومية والذين أدلوا بدلوهم حول الموضوع. واللافت للقضية أن القانونيين أكدوا ما ذهبت إليه الاتحاد قبل يومين بمخالفة اتحاد الكرة في اعتماد وقانونية لجنة الانتخابات الحالية بحكم وجود منصور لوتا للدورة الثانية على التوالي، وهو ما يخالف ما ذكر في المادة الخامسة من لائحة الانتخابات المعتمدة في آخر جمعية عمومية لاتحاد الكرة والتي عقدت في 3 نوفمبر 2015 واعتمد محضرها في 5 ديسمبر من العام نفسه. حيث أكد المستشار علي الخضر رئيس لجنة الاستئناف الأسبق باتحاد الكرة إن وجود المستشار منصور لوتا في لجنة انتخابات اتحاد الكرة في الدورة الحالية باطل بأمر المادة السادسة فقرة 5 والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات، وقال لا يجوز للمستشار منصور لوتا المشاركة في الدورة الحالية لأنه وجد في الدورة السابقة، ويجب على رئيس اللجنة التنحي من أجل تصحيح الخطأ ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وأضاف المستشار الخضر أن أي قرارات للجنة الانتخابات في وجود منصور لوتا باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأشار إلى أن الإجراء الباطل إذا اكتمل فكل ما تم اتخاذه فهو باطل، مبينا أن الإجراء الباطل يكون صحيحا إذا أزيل سبب البطلان. فيما قال المحامي والمستشار القانوني يوسف حسين السهلاوي عضو اتحاد الكرة السابق إن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لها حق التشريع، إلا إنها ملزمة بتطبيق اللوائح التي أقرتها، وبالتالي لا يمكن للجمعية أن تخالف قانونا هي من أقرته. فيما أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أحقية وسائل الإعلام في تناول عمل كل القطاعات والتبصير بأوجه القصور والتركيز على تقويم ومعالجة الأخطاء سواء كانت متعلقة باللوائح أو حتى مسارات العمل المختلفة. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الكويت، حيث أهدى المدافع المخضرم في نادي الكويت حسين حاكم نقطة ثمينة للسالمية عندما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لهدف ضمن الجولة 20 من دوري فيفا الكويتي. جريدة الرأي الكويتية غطت المباراة فكتبت تقول تعادل مر على الاثنين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بهدف سجله الأردني حمزة الدردور في الدقيقة 29 من كرة عرضية متقنة تابعها الدردور برأسه داخل شباك الحارس خالد الرشيدي. نقطة تحول للسالمية في الشوط الثاني تمثلت في نزول نايف زويد، حيث كان السبب في هدف التعادل بعدما رفع كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء أجبرت حسين حاكم على ارتكاب الخطأ الفادح. ارتفع رصيد الكويت إلى 45 نقطة في مركز الوصافة بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر، فيما أصبح رصيد السماوي 42 نقطة في المركز الثالث. نرحل وإياكم مشاهدين الكرام إلى السعودية، حيث يحل التعاون ضيفا ثقيلا على نجران في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نطاق منافسات الجولة 19 لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين. جريدة عكاظ السعودية تابعت فكتبت على صدر غلافها الرياضي تقول نجران الجديد يهدد بتفكيك التعاون، حيث يسعى كل فريق إلى حسم المباراة لصالحه رغم تباين الطموح بينهما،
فنجران الذي فجر مفاجأة كبيرة وألحق بالأهلي أول خسارة يأمل في استثمار نشوة اللاعبين وارتفاع روحهم المعنوية وتحقيق الفوز الذي سيبعده عن دائرة الخطر ولو بشكل مؤقت، فيما يطمح التعاون في مسح آثار الخسارة الماضية أمام الخليج واستعادة نغمة الفوز الذي سيحافظ من خلاله على مركزه الرابع ومن ثم المنافسة على المركز الثالث. الكاتب في جريدة الرياض السعودية ساير المنيعي تطرق إلى القناعات التي تختلف من شخص لآخر خصوصا في الكرواتية السعودية، حيث يرى الكاتب أن قناعات مدرب الهلال دونيس أدت إلى تراجع مستوى الفريق في الجولات الماضية من دوري عبد اللطيف جميل. مزيد من التفاصيل نقرها لكم من الصحيفة. القناعات تختلف من شخص لآخر وتتنوع في الرياضة بين رئيس ناد أو إدارية ومدرب أو لاعب، وإن كانت هذه القناعات تصب في المسار الصحيح كان مردودها الفوز والفلاح وحصد الكؤوس والبطولات، ولكن المشكلة إذا كانت عكس ذلك فهنا تبدأ مأساة هذا النادي أو ذاك. فلو اقتنع رئيس النادي بمدرب لا يناسب الفريق سواء كان لا يجيد التدريب أم كانت خططه وطريقته لا تناسب لاعبي هذا النادي، وأصر الرئيس على رأيه وتمسك بقناعاته ولم يحرك ساكنا تجاه هذا المدرب فإن الفريق يتدهور وتسوء نتائجه، وبالتالي تحدث طوامة وكوارث كروية تؤدي به إلى مركز لا يليق به ويفقد البطولات وينسى طريق المنصات. وكذلك الأمر لو أصر المدرب على قناعاته الخاطئة حول الخطة والطريقة التي يلعب بها وإصراره على إشراك لاعب أو أكثر أساسيا على الرغم من هبوط مستواه أو وجود من هو أفضل منه، فإن النتيجة ستكون ذاتها من فقدان البطولات. وقد يزيد الأمر هنا، إن هذا المدرب سيقال من عمله ويؤتى بمدرب جديد، وأنديتنا لها قصب السبق في ذلك وتتصدر أندية العالم من حيث عدد المدربين، وقد تجد ناديا في موسم واحد يدربه من 4 إلى 5 مدربين. ولا يقل الأمر سوءا حين يصر لاعب أو أكثر على السير وفق قناعاتهم الخاطئة من اللعب بطريقة لا تصل بالفريق إلى مبتغاه، فقناعات الكثير من رؤساء الأندية ببعض المدربين وتمسكهم بهم على الرغم من إخفاقهم وتردي نتائج الفريق أو العكس، قناعات البعض الآخر بالتغيير السريع وعدم الصبر على المدرب وإعطائه الفرصة الكافية لقيادة الفريق وإثبات وجوده وما أكثرها في أنديتنا. أما قناعات المدربين فأمثلتها كثيرة، ومنها لا أظن أننا يغيب عن أذهاننا مدرب الهلال جيورجيس دونيس الذي كادت قناعته أن تضيع البطولات نتيجة إصراره على إشراك بعض اللاعبين على الرغم من هبوط مستواهم أضر بهم وأضر بالنادي. أما قناعات اللاعبين فأوضح مثال لها، انظر إلى لاعبي الهلال حين يتمسكون بفلسفة التمريرات العرضية الكثيرة والعودة بالكرة للخلف وكأن اللاعب يريد أن يدخل مع الكرة في المرمى، والسؤال هنا متى يدرك البعض أن بعض القناعات لا تأتي بالبطولات؟ ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الأردن، حيث تترقب جماهير كرة القدم الأردنية مباراة القمة اليوم التي تجمع الفيصلي والوحدات والتي تقام في استاد عمان الدولي في إطار مباريات الأسبوع 16 من دوري المناصير للمحترفين. جريدة الدستور الأردنية أبرزت القمة في عنوان يقول: قمة الفيصلي والوحدات الفوز لحسم الصدارة، حيث يتصارع الطرفان لتثبيت القمة والتي باتت تشكل بالنسبة للفريقين طموحا وهدفا استراتيجيا لتزعم البطولة، ولعل الفائز من لقاء اليوم سيقطع شوطا طويلا للحصول على مفتاح بوابة اللقب رغم بقاء عدة مراحل على نهاية الدوري، لأن النتيجة ستخدم أحد الطرفين من ناحية المعنوية وستمنحه الحافز النفسي لدخول أجواء المباريات المتبقية بإصرار وعزيمة قوية. وصدر الوحدات الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة، وهو مؤشر على أن المباراة ستأخذ طابع التحدي والإثارة بين الطرفين. بقي الصراع من أجل البقاء في دوري نجوم قطر بعد معرفة الفرق المنافسة في المقدمة، حيث سيكون واحدا من 5 فرق تهبط لمصاف الثانية بحكم أن نقاطها متقاربة مع بعض وأن نتيجة مباراة واحدة يمكن أن تعيد هذه للخلف أو تصعد بآخر للأمام. جريدة الوطن القطرية تابعت فكتبت تقول: 5 في مهمة شاقة،
حيث تتمثل الفرق الخمسة التي تتنافس على البقاء هي الوكرة والأهلي والخور ومن ثم الإخريطيات وقطر، حيث سيرافق صاحب النقاط الأقل نديم سمير إلى الهبوط بعد أن فقد القدرة على البقاء ولم يعد في الأمر رحيلة، حيث لديه 4 نقاط من مجموع 20 مباراة، ولم ينجح أن يكسر قاعدة صاعد هابط التي سبق وأن عملها من قبل السيلية والأهلي والإخريطيات. يعد نادي الريان ظاهرة الموسم في دوري نجوم قطر كونه تصدر الدوري من أول جولة وحتى الآن، وسيستمر حتى آخر مباراة بالدوري، أي أن الرهيب لم يتخلى أبدا عن القمة منذ أن دخل الصراع المنافسة في الدوري. جت الوطن القطرية والتفاصيل. الرهيب الرياني ظاهرة الموسم والبطل الذي ينتظر التتويج بلقب الدوري بعد أن وصل إلى 57 نقطة من 20 مباراة ورفع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 18 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي خسر مباراة واحدة وفاز في 19 مباراة حتى الآن، وهو ما يجعله ظاهرة الموسم بلا منازع، واجتهد وسوف يحسم المنافسة قبل 5 جولات من الختام، وكسر القاعدة التي كان يسير عليها دوري نجوم قطر حيث كان الصراع يستمر على اللقب حتى الجولات الأخيرة جولة أو جولتين، وهو ما يجعل الإثارة قائمة والتنافس مشتدا. وهناك من يقول الريان بنتائجه وانتصاراته خرب الدوري، ولكن الذنب ليس ذنب الرهيب بل ذنب الفرق الأخرى التي تراجع مستواها إلى درجة صعبة أن تلحق بالريان الذي من حقه أن يجتهد وينتزع الفوز من الفرق الواحدة تلو الآخر كبيرها وصغيرها من خلال الأدوات التي يملكها ووفرتها إدارته الناجحة التي أدارت الفريق بطريقة احترافية تنم عن بعد نظر في الحصول على اللاعبين من مواطنين ومحترفين، فضلا عن الحضور اللامع والمميز في الإعلام عبر تصريحات مثيرة جدا ومدروسة من دون أن تكون خارج النص، وأراها ساهمت بتواصل الجماهير الريانية مع رهيبها المتألق وحفزت اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، وهي محببة مهما قال من قال حولها، حيث تخرج للعلن ويلوذ البعض مختفيا بلا حضور. وبلا شك فإن الوضع العام للفريق ونتائجه التي ترفع الرأس هي من شجع أن تكون التصريحات بدرجة عالية من التحدي الذي يحتاجه الدوري، وذكرتنا في مواسم سالفة مضت كان التحدي عبر وسائل الإعلام يشوق ويعطي أي لقاء متعة كبيرة. إذن الريان لن يكتفي باللقب وحمل درع الدوري بل سيمزج معه أرقاما قياسية كبيرة تتمثل بقوة الهجوم والدفاع والتفرد بعدد مرات الفوز. وإذا كنا قد تحدثنا عن الريان وإدارته فإن المدرب فوساتي بخبرته الكبيرة هو كلمة سر الانتصار الريانية بما يملكه من رؤى وتعامل واقعي مع المنافسين وروح ودية مع لاعبيه. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى آخر أخبارنا في الصحافة العربية والتي نختتمها من مصر، حيث فقد نادي الزمالك 3 نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري إثر خسارته بنتيجة 3 أهداف لهدف أمام الإنتاج الحربي ضمن الجولة 20. جيرة المصرية اليوم حضرت المباراة فعنونت تقول: ماكليش يسقط في الاختبار الأول مع الزمالك والإنتاج يوسع الفارق مع الأهلي إلى 6 نقاط، حيث سجل أهداف الإنتاج صلاح أمين 2 ومحمود فتح الله، وسجل الزمالك هدفه عن طريق مايوكا في الدقيقة 27، وتوقف رصيد الزمالك عند 38 نقطة في المركز الثاني، في حين رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس. وتعد المباراة الاختبار الأول لمدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني الجديد لقلعة البيضاء، وفشل ماكليش في إظهار بصمته مع الفريق كما فشل في تقليص الفارق مع غريمه الأهلي الذي وصل إلى 6 نقاط. Absolutely superb.
الدوري البلجيكي على عمان الرياضية. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية والتي نبدأها من إسبانيا، حيث دخل برشلونة المتصدر التاريخ بفوزه على مضيفه رايو فاليكانو بخمسة أهداف لهدف في ختام المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم. صحيفة سبورت الإسبانية واكبت المباراة فخرجت بعنوان تقول فيه بلا رحمة، حيث حقق برشلونة فوزه العاشر على التوالي والثاني والعشرين في الدوري، وانفرد بالرقم القياسي الذي حققه نادي العاصمة في موسم 88-89 عندما تجنب الهزيمة في 34 مباراة متتالية. وسجل البارسا كل من راكيتيتش وأردا توران وثلاثية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما سجل لرايو فاليكانو الأنغولي مانوتشو، ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة، وعاد الفارق بينه وبين مطارده أتلتيكو مدريد إلى 8 نقاط. يشهد اليوم قمة مثيرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم تجمع بين روما وفيورنتينا بالمرحلة 28 من المسابقة في ظل سعي الفريقين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أبرز المباراة في عنوان يقول روما فيورنتينا مباراة فاصلة، حيث يحتل روما المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف أمام فيورنتينا صاحب المركز الرابع، علما بأن صاحب المركز الثالث يحجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور الأبطال الموسم المقبل. وحقق روما 6 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه لوسيانو سباليتي ليعود إلى دائرة المنافسة، في الوقت الذي تعادل فيه فيورنتينا بهدف لهدف في مباراته الأخيرة مع نابولي صاحب المركز الثاني، ليظل بدون هزيمة في آخر 7 مباريات. وإلى آخر أخبارنا في الصحافة العالمية والتي نختتمها من إنجلترا، حيث لم يتبقى سوى أشهر معدودة حتى نهاية عقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع فريق بايرن ميونخ الألماني، ليبدأ بعدها مشروع جديد في إنجلترا بتدريب مانشستر سيتي لثلاث مواسم أخرى. صحيفة الميرور البريطانية تابعت أحد أهداف غوارديولا في الموسم المقبل فعنونا تقول خروج هارت دخول نوير، حيث ذكر التقرير في بأن مشروع غوارديولا في السيتي سيبدأ بقيام المدرب الإسباني بجلب معه حارس المرمى الألماني مانويل نوير من مدينة بافاريا إلى مانشستر في فترة انتقالاته الصيفية القادمة. وقال الصحيفة الميرور أن غوارديولا لا يريد أو يريد إصلاح الفريق بدءا من جلب حارس مرمى مميز باللعب بتقديمه بقدميه، وهذا الأمر يعتبر من فلسفته التدريبية. وفي حال تمت الصفقة فإن مستقبل حارس المرمى الإنجليزي جوهارد سيكون في خطر كبير، خاصة أنه الأساسي في تشكيلة مانويل بلغريني. وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى فقرة الكاريكاتير والتي اخترناها لكم اليوم من صحيفة الأيام البحرينية. وأبرز الصور في فقرة عدسة الصحافة. مع هذه الصور من مختلف الصحف العالمية وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين، لنا لقاء غدا إن شاء الله في نفس الموعد، تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.